شباب، قبل شوي قريت لكم الفتوى اللي هو ما حكم مجامعة المرأة في دبرها، وهل يجوز شرب حليب من صدر الزوجة مع وجود طفل رضيع. طبعا السيستاني قال يجوز برضاها على كراهية، اللي هو الاتيان بالدبر وجوبا، وعدم شرب لبن المرأة ولم يكن حتى لو ما كان عندها طفل ما يجوز لك. الخوئي ماذا يقول يا شباب؟ هذا هو رد الخوئي. ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟ الفتوى الخوئي لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا رابط على شبكة السراج. السؤال لا يا وراء وين ما بك، السؤال والإجابة عليه هذا هو. بارك الله فيك آل محمد. السؤال والإجابة أن لا بأس به، ها لا بأس به، يعني سواء كان بالشارب زوجها لو جيرانهم هم مو مشكلة. لا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب ما حكم، والله ما ادري، ما حكم تقبيل فرج الزوجة وكذا العكس؟ السؤال يجوز، بارك الله فيك. طيب هني هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه المراهقين اللي فوق اللي تحت التسعين سنة برا الغرفة، اي اللي عمره تحت التسعين سنة اطلع برا الغرفة. يلا يلا يبا يلا يا حبيبي، برا 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 برا. شباب خفوا التكس، خفوا التكس يا شباب. لا لا يبا البنات برا، ماكو طردناهم. شباب خفوا التكس بارك الله فيكم، خفوا التكس. يقول لك لحظة شوي، لحظة شوي، خل اقرا لكم اياه شباب، هذه مصيبة. يقول لك هل جميع المداعبات بين الزوجين جائزة؟ وهل ما أنا قاري، بس يقول لك يجوز ولا يجب ذلك غسلا، خلصنا منه. يقول لك هل يجوز للزوجة، شوف شوف يعني شوف الأسئلة أنتم يا جماعة، شوف الأسئلة تدل على أن هذا المذهب مذهب ديننا يعني نجس. يقول لك هل يجوز للزوجة أن تعمل لزوجها العادة السرية؟ المشكلة مو بالسؤال من حالة، لكن شوف المستوى الواطي اللي وصلوا له الاثنى عشرية بالأسئلة. ايش قال السيد السيستاني؟ يجوز إذا كان بيدها، ما أدري عشان بخشمها. يعني طالع فيها ذكي. هذا لحظة شوي. هلا أبو حمد، والله دقيت على قبل شوي بس الحين معي هذا مغزر بالعمق الاستراتيجي الرافضي حاليا يعني. ماشي منو؟ ما اشوف الفاروق انا لان طردته من الغرفه من ساعه، قلت له ممنوع دخول المراهقين وراح من الغرفه الظاهر، قلت له ما بلغ سن الرشد، فعشان كذا قلت له اطلع برا لما اخلص تعال. ايه نعم ماشي ماشي ابو حامد، حياك الله حياك الله. يسال عن الفاروق، قلت له طردنا الفاروق. طيب لا يبا بعد ما خلص لا يجي الحين. طيب شو وين وصلنا؟ يقول هل يجوز للزوجه ان تعمل لزوجها العاده السريه؟ يعني هذا شو اللي رد؟ يقول يجوز اذا كان بيدها، انا ما ادري العاده السريه انا بشنو، واحد بدلاقه بشنو ما ندري، والله ما ندري، والله ما ادري بشنو يعني. انا لله وانا اليه راجعون. خلنا نقرا الان بارك الله فيكم، هذا طبعا السؤال والاجابه كاهو يمكن حطوا لكم الشباب، هذا السؤال والاجابه يعني ما ادري. السؤال اللي بعدي يقول لك طلب مني زوجي الجماع من الخلف حال الحيض، فهل عمله حرام وهل لي الامتناع؟ الاجابه لا يحرم في ذاته، ولكن يجوز لك ان تمنعيه من ذلك، والاحوط وجوبا له الترك الا مع رضاك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول لك ما هو حكم استماع، هذه مصيبة، هذه مصيبة، ما مصيبة، لحظة شوي، هذه مصيبة. يقول لك ما هو حكم استماع الدعاء المعاشرة الجنسية بين الزوج وزوجته؟ ونفس السؤال بالنسبة الى القرآن، بالنسبة الى القرآن، واحد قاعد يعني يعاشر زوجته وحط قرآن، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقول شنو الحكم؟ خلنا نسمع الحكم الحين، ما علينا السؤال، ما علينا السؤال، علينا المهم الإجابة شنو.
الإجابة شنو يا شباب؟ الإجابة لا مانع من، لا مانع من. والله مصيبة، والله مصيبة يا دين يا اثنى عشرية، مصيبة. الإنسان أو رجل يجامع زوجته وشقال قرآن ما شاء الله عنده بغرفة النوم تبارك الرحمن، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم يا من تدعون الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا من تدعون الإسلام. الفتوى حط لكم يا شباب قاعد ما يقصروا، على طول حط لكم الفتوى. لا 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 هذا خلا لا 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 لا. السؤال: هل يجوز زواج الملوط من أخت اللائط به؟ يا جماعة أنا يعجبني الورع الاثنى عشري يا جماعة، والله هذول يعني ورعين جدا بالأسئلة يعني تبارك الرحمن. هل يجوز زواج الملوط من أخت اللائط به؟ ها؟ هل يجوز؟ يا عيني يا عيني، الجواب شنو عاد؟ الجواب هو المصيبة، يجوز. الجواب يجوز، ما يقول له والله اللواط الرجل بالرجل حرام، ما يقول له كذا، ما يقول له كذا، ما يقول له كذا، يقول له والله هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا بطيخ، هذا 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 هذا، ما في ما في ما في ما في ما في ما في، لا يجوز ما يجوز. إذا صعبوا عليه كلش 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 ها، قال له على الأحوط وجوبا، ولا على كراهة، ولا 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 ولا، إنا لله. ما نبي هذه، مو حلوة، خايسة هذه، ما نبيها، خلتولي خلتولي، خلاص ما نبيها ما نبيها ما نبيها، خلاص أنا آسف وحكم عليه، أنا آسف وحكم عليه. طيب لا ناخذ سلو، ناخذ سلو. يا مهدينا يا مهدي يا مهدينا، عندك مثل الذعر جمرة النار. طبعا هذا ماخذينها من مقدمة تمثيلية بدوية، هذه ايام التمثيلات البدوية الاردنية، خذوا المقدمة وخذوا اللحن ماله بارك الله فيك. صاح الفلك هل يعمر عمر نوح، سوم تنظرها لكن ما بيها روح، والاحياء استوت ويموارتها. يا مهدي يا مهدينا. شباب يا ريت غرفة عمر داعس على قوة المجوس بارك الله، جواهر والله ما ادري. شو اسمه المشاري، ايش رايك يا رئيس؟ انا سميت هذه المسيه الرافضه تحت المجر، والله بارك الله فيك. ترى شباب انا ما سجلت هذا، ما سجلت شيء يعني، اللي سجلها بعدين اعطيني اياها. طيب الان خلونا نكمل الزندقه الرافضيه وما هي الزندقه الرافضيه، خلونا نكمل هذه الزندقه. اها هذا طبعا سؤال قديم يعني اكل عليه الدهر وشرب، يقول لك حق هذا الروحاني اثناء الدوره الشهريه هل يجوز مجامعه الزوجه من الدبر مع احراز رضاها؟ الجواب باسمه جلت اسماؤه، يجوز على كراهه ولا يجوز مع ولا يجوز مع عدم رضاها. بارك الله فيك. السؤال ال 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 الاطم من هذا السؤال. السؤال الان شباب خفوا التكست. السؤال الان: هل يجوز استعمال القضيب الذكري الاصطناعي اثناء الجماع؟ هل يجوز استعمال القضيب الذكري الاصطناعي اثناء الجماع؟ باسمه جلت اسماؤه، يجوز استعمال الزوج ولا يجوز استعمال الزوجة نفسها. شلون؟ ما ادري والله ما ادري، هذا هذا ما ادري يعني، اذا لقانا واحد من ضيوفنا بعدين يفسرها لنا، والله ما ندري هاي شنو يعني، ما انا ما فهمت الاجابة. يجوز استعمال الزوج ولا يجوز استعمال نفسها، هذه بعدين خليها لكم، هاي لا الك الك الك. اخ يا قلبي يا صابر. هل يجوز تقبيل الاعضاء التناسليه للزوج والزوجه مع عمليه الاتصال الجنسي، وما حكم من يفعله؟ يجوز تقبيل تلك الاعضاء في عمليه اتصال جنسي وفي غيرها، مو مشكله يعني، ما شاء الله يعني تقبلون حتى الدبر بارك الله فيكم، حتى الدبر تقبلونه مو مشكله، ها حتى الدبر تقبلونه تبارك الرحمن، ويكون بعد المره مكثره يومها يعني حمص وفول، مو فول هذا اسمه باجلة ونخي وآش وهيك سوالف، بارك الله فيكم. لا 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 لا, لا هذا هذا والله هذا السؤال هم قوي بس لازم نقوله، ما عندنا بنات ولا خوات بالغرفة، ما عندنا بنات ولا خوات بالغرفة. يقول لك السؤال:
هل يجوز للزوج او الزوجه مص الاعضاء التناسليه مثل الزوجه؟ الاجابه نعم يجوز كل منهما لا اشكال فيها. السؤال هل يجوز التمتع بامرأتين معا؟ التمتع بامرأتين معا على فراش واحد، مع العلم ان هاتين الامرأتين لا تهتمان بكشف العورة امام الاجنبية.